نظمت وزارة الداخلية ورشة العمل التدريبية 27 تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول للكوادر الإدارية بوزارة المالية والبنك المركزي وعدد من البنوك المصرية. تأتي استمرارا لدور الوزارة في رفع الوعي المجتمعي للتصدي لمخاطر الشائعات. استمرار لدور وزارة الداخلية الرائد في رفع الوعي المجتمعي ضد مخاطر الشائعات، نظمت الوزارة بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية 27 تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول للكوادر الإدارية بوزارة المالية والبنك المركزي وعدد من البنوك المصرية. هذه الورش على درجة عالية جدا من الأهمية، أولا أنها تقدم حالة تثقيفية أمنية شرطية مهمة جدا في مع ضوء التغيرات العالمية والتغيرات التكنولوجية ومختلف أساليب الإشاعات وبث الفرقة ووسائل التواصل الاجتماعي. فهمونا يعني إيه المحافظة على الهوية المصرية، ما هو الانتماء، دورنا إحنا كشعب عادي إن إحنا نوعي بعض إن في مخططات من بره لينا. الحمد لله بعد ما حضرنا الدورات دي وقعدنا في ورش العمل في وزارة الداخلية المعلومات كلها اتصححت لنا وبقت لنا حاجات كتير جدا كده كانت غايبة عننا. تناولت ورشة العمل عددا من الموضوعات في مقدمتها مفهوم حروب الجيل الرابع وأدوات هدم الدول من الداخل واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام. أهم سلاح النهاردة المفروض كل دولة تحرص على امتلاكه هو سلاح الوعي، لأن التكنولوجيا والمباني والفلوس والرفاهية ما تسويش أي حاجة من غير إنسان واعي وناهض ومنتج وعنده أخلاق. لازالت الإنجازات تتوالى ولازالت هذه السمات الطيبة التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال هذا الوعي المستنير الذي تبثه أكاديمية الشرطة حينما تستضيف هذه الكوادر لكي تبين لهم قيمة هذا الوطن الذي نعيش فيه. كل معلومة عرفتها فعلي معلومة صادقة حقيقية بتعرفني يعني إيه أكافح شائعة. طبعاً دي هتخلينا إن إحنا نقدر إزاي نواجه الشائعات اللي بنواجهها وإحنا في الشارع وإحنا في شغلنا مع أولادنا مع أحفادنا، إزاي إن إحنا نقدر نواجه الشائعات دي بطريقة ممنهجة وبطريقة تقدر تساعدنا على تلافيها والوقوف قدامها قبل ما تحصل. وقد أشاد المشاركون بجهود وزارة الداخلية في بناء الوعي لدى أفراد المجتمع للتصدي لمحاولات هدم الدول، بل وتؤكد مثل هذه الورش على أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية والاعتزاز بالإنجازات الوطنية. نشكر وزارة الداخلية على الورشة اللي معمولة ديت، فعلا استفادة جامدة جدا، يعني في حاجات احنا كنا عندنا خلفية عندها بسيطة مش متأكدة، بعد اللي شفناه هنا بصراحة حاجات موثقة. دورة مفيدة جدا، يعني احنا بنستفاد منها طبعا، استفيد من الواحد حتى لما يخلص الدورة دي يتكلم مع زملائه في العمل ويتكلم مع أولاده وأصحاب أولاده ويوعيهم التوعية الشاملة لهذا الموضوع، لأن احنا في الآخر بنتكلم في حماية الدولة ووطننا اللي احنا تربينا فيه وعشنا فيه. وعلى هامش ورشة العمل التدريبية تم تنظيم زيارة للمشاركين فيها لمرافق ومنشآت وكيانات أكاديمية الشرطة لمشاهدة ما تتمتع به من إمكانات تدريبية وتعليمية متطورة لبناء وإعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا، حيث أشادوا بهذه الإمكانات وبالبرامج التدريبية والتعليمية التي تطبقها الأكاديمية. تعرفت على يعني حاجات أول مرة بشوفها، وده دل على شيء، دل على إن يعني الدور الملموس والملحوظ للسادة القادة والقائمين بالعمل هنا في الأكاديمية. تدريب عملي مهني على أعلى مستوى أنا اتفاجأت بيه صراحة. حجم الطفرة اللي موجودة والفكرة الأساسية في إن المدنيين يخشوا يشوفوا إزاي الضابط بيتأهل، دي فكرة متميزة جدا، لأن دي اللي بتخلق الوعي عند الناس إنها تفهم الدور الحقيقي للشرطة. وتواصل وزارة الداخلية عقد مثل هذه الورش التي تعظم من دورها المجتمعي في تعميق الانتماء الوطني وتشكل حائط صد مجتمعي ضد الشائعات الهدامة التي تستهدف استقرار وأمن الأوطان.